زي ما احنا تابعنا مع حضراتكم ان محافظه مطروح بتتميز بعدد كبير جدا وانواع مختلفه من الزيتون، لكن ايه حكايه المهرجان الاول اللي بينظم لمهرجان الزيتون المصري؟ ده اللي هنعرفه من خلال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح. صباح الخير يا سياده اللواء. اهلا، صباح الخير يا استاذ احمد، صباح الخير استاذه جمانه، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين، صباح الخير يا مصر. صباح الخير على حضرتك. عاوزين نعرف يعني أهمية هذه الفعالية، النسخة الأولى من مهرجان الزيتون المصري، إيه المرجو أو إيه المستهدف من إقامة يعني هذا المهرجان تحديدا؟ ويمكن محافظة مطروح فيها أكثر من 207 مزرعة خاصة بزراعة الزيتون. حقيقة زي ما سيادتك أشرت كده، يمكن ده مهرجان الزيتون المصري الأول للزيتون، وده تم على أرض محافظة مطروح، ويعني وده تم تنظيمه انطلاقا من تعظيم العائد الاقتصادي والنهوض بشجرة الزيتون ومزارعي ومنتجي زيت الزيتون والمساعدة على تسويق منتجاتهم. والفكرة دي جاءت يمكن أسوة بمهرجان التمور الدولي اللي تم يعني الحمد لله على إقامته على أرض مطروح في نسخته الخامسة في واحد سيوة، فجت من هنا الفكره ديت. احنا يعني احنا مطروح يعني تشتهر بالتمور وبالتين وبالزيتون، صحيح. فقلنا برضه نعمل مهرجان للزيتون، وده جه المهرجان ده بالتعاون بين محافظه مطروح وجامعه مطروح ممثله في كليه الزراعه الصحراويه والبيئيه، واكاديميه البحث العلمي والتكنولوجيا، وبمشاركه منتجي ومزارعي الزيتون والجهات البحثيه والصناعيه والزراعيه المعنيه والمختصه بالزيتون ومنتجاته. زي ما سيادتك عارف طبعا ان محصول الزيتون ده من اهم المحاصيل الزراعيه تشتهر بها محافظه مطروح، صحيح. ويمكن احنا عندنا بنزرع الزيتون على مساحه نحو 38,000 فدان في مطروح، وبتعتمد في الري بتاعها على مياه الامطار، ومع استخدام المكافحه الحيويه وتقليل المبيدات تماما. وده بينتج منه اراضي مطروح خلدت افضل انواع الزيتون الصحراوي اللي بيستخدم في تخليل وصناعه زيت الزيتون. وطبعا بيتمتع بقيمه غذائيه عاليه، ويمكن احنا يعني مع تميز الزيتون في مطروح ومع عنب براني مع التين، يمكن خدنا حصلنا حصلت مطروح على المؤشر الجغرافي للثلاث منتجات دول. فطبعا عشان كده احنا بنتوسع في زراعه الزيتون وباصنافه طبعا مختلفه، خاصه الاصناف اللي هي عاليه الانتاج وفي الزيت بالذات، يعني زيت الزيتون. ومن هنا كانت اطلقت محافظه مطروح عده مبادرات لدعم زراعه الزيتون، كان منها مشروع الشباب لزراعه الزيتون، يمكن وزعنا 207 مزرعه على 207 شاب بواقع 3 فدان لكل شاب بعدد من مدن المحافظه. نعم. وطبعا بنساعد الشباب دول من خلال وزاره الزراعه، من خلال مراكز البحوث الزراعيه، مراكز التنميه المستدامه، كليه الزراعه، مديريه الزراعه مطروح، بيساعدوا الشباب بالمعلومات، بيمدوهم بالادوات، بنوزع عليهم وعلى كل مزارعي الزيتون سنويا الاف شتلات شجره الزيتون من خلال وزاره الزراعه ودعمهم لينا. من هنا جه بقى الاهتمام ان احنا ننظم هذا المؤتمر، وهو فعلا ده في نسخته الاولى كمؤتمر محلي. ان شاء الله عندنا الطموح ان شاء الله باذن الله ان يكون مؤتمر دولي باذن الله تعالى بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. طبعا سياده اللواء بعد التحيه، يعني هل منتظر انه يكون هذا المهرجان مهرجان سنوي؟ وخلينا اعرف من حضرتك كمان يا فندم، هل في خطه جذب لمحافظات اخرى للمشاركه في المهرجان؟ طبعا احنا كان مشترك معانا شركات كتير جدا موجوده في داخل المهرجان، وده اللي احنا بنستهدفه. زي ما قلت لحضرتك كده قصه المؤتمر الطموح اللي احنا عملناه ده كان فيه كل معظم المحافظات كلها كانت مشتركه معانا، ومعظم الدول العربيه والشقيقه كانت بصوت مشتركه معانا في المهرجان. فده احنا نتطلع ليه ان شاء الله ان يكون مهرجان، احنا دلوقتي هو ده في نسخته الاولى كمهرجان محلي، تطلعنا ان شاء الله ان يكون مهرجان دولي باذن الله تشارك فيه كل المحافظات وكل الدول المعنيه بشجر المباركه شجره الزيتون. ويعني فده جه اهتمامنا من هنا كده، وطبعا احنا بنساعد طبعا على تسويق، ومنافسه شريفه بينهم. احنا عملنا مسابقه بين الناس كانت مشتركه معانا، مسابقه احسن مزرعه واحسن منتج واحسن تغليف واحسن تعبئه، فكان ده وزعنا عليهم الجوائز بتاعتهم اللي حصل على المراكز الاولى فيها. فكانت طبعا دي يعني منافسه شريفه بين المزارعين، وان شاء الله يعني تخلق منافسه كويسه جدا تساعد على يعني زياده انتاجيه الزيتون وانواعه المختلفه. إن شاء الله يا فندم. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر، اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، نشكرك يا فندم، شكرا جزيلا.